الخبر الاولي عاد عن نورمار وسفر لدبي. فنتائج شويه ستوريات داعي من خلالها انه هو راح يسافر لدبي، فلازم طبعا اسوي فحص مال كورونا، فان شاء الله يا رب يكون سليم وما بي اي شيء. بنفس الوقت يا حبايب نزل شويه ستوريات داعي من خلالها انه سوى مقلب اخوه، يقول هذا مقلب كلش ناري، راح اعطيكم الستوريات شوفوها. ليش نحن ثلاثه عملنا البي سي ار؟ بكره مسافرين او اليوم بالليل؟ اليوم بالليل ولا بكره اليوم بالليل ما اليوم بالليل اليوم بالليل اليوم بالليل مسافرين انا وانور لوبا لوين تتوقعوا؟ شوفوا الاحمر عملت لكم مالب بمين؟ ابو زورة. اول ما اسافر عملت لكم مالب بمهمه ابي، خليكم جاهزين يوم السبت راح تشوفوا مشارك معنا انجر ومين. ما راح اسامحك شيء ابن الذين ما راح اسامحك حتى تجيبني من دبي 2013 هذا ايفون 13 لا تسامحني بالله لا تسامحني. روح حاليا لمحمد جواني ولما، وهل يا حبايب اكو علاقة حب تجمعهم؟ وبعد من المقابلات يا حبايب اللي سوتها لما بهذه المقابلة سألوها انه هل انت معجبة بمشهور معين او بشخص معين؟ فشوفوا يا حبايب شنو هي جاوبت، ركزوا كلش زين. قالت يب انه هي معجبة وشفت حياتي وكملت، وهلا في شاب كمان في شاب هيك في اعجاب مش حب او شيء، ان شاء الله ما يكون في حب من طرف واحد من طرف واحد ما بعرف يعني ما صرحته. طب هو ما بعرف ليه دايما انت اللي يعني ما بعرف شو معروف على السوشيال ميديا؟ ايه شو بيعمل على السوشيال ميديا؟ بغني؟ لا تيك توك؟ ايه من نفس العالم يعني؟ ايه من نفس العالم. شو بتقولي له؟ قولي له هلا شيء على طريقتك. طلع هيك طالما انا ما عارفه والمشاهد ما عارف انت قولي له خليه هو يعرف. ما انا ما بدي اياه. طب قولي له شيء ان شاء الله الله بيحقق لك كل شيء تتمناه، وطبعا حتى لو مش معي يعني بس انه ان شاء الله ان شاء الله تكون معي ان شاء الله تكون معي. لما فتتوقع يا حباب انه هي كانت تقصد محمد جواني بكلامه، وخاصه انه محمد جواني ميلته قويه لما صار يكتب لها على الصور اللي صوروها ويا بعض انه ان شاء الله الف مبروك يا كراشي، وبحده الصوره الثانيه يا حباب نزلوها ويا بعض كاتبه خلي لي قلبه. واليوم جواني يا حباب نزل هذا الستوري كان كاتب بي اليوم سوى مقلب بلما، فهل متحمسين له؟ والله ما راح يكون ناري. وهل تتوقع يا حباب فعليا اكو علاقه حب تجمعهم؟ ما ادري صراحه، اكتبوا حباب بالكومنتات شنو توقعاتكم من هذا الموضوع، وشوفوا هذا المقطع التيك توك ويا بعض. إلا يا هوى ضحكات دوا. اروح حاليا لوسام تيك توك وياسو لاول مره يسوون تيك توك ويا بعض، راح اعطيكم اياه شوفوا. فتتوقعني يا حبايب ان ياسو استقصدت انه يسوي تيك توك ويا وسام تيكت على مود ترد اللي حركه سويتها بيسان اول ما طلعت ياسو من الفريق سوت تيك توك ويا وسام تيكت. طبعا ما يعرف يا حبايب انه ياسو هي كانت حبيبه وسام تيكت السابقه، وبعدين بيسان جت واخذت وسام من عندها، وحاليا يا حبايب ياسو ترجع تاخذ وسام من عند بيسان. فتتوقعني يا حبايب سويت هذا الشيء تقصد على مود تضوج اللي هي بيسان؟ ما ادري اكتبوا لنا بالكومنتات رايكم. بالنسبه لرده فعل يا حبايب بيسان على اللي قاعد يصير، فهي ما نزلت اي شيء ومجرد صارت تنزل شويه تيك توكات كانت ترقص بيها وقاعده تغني بيها بالتيك توك. فكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. ننتقل حاليا نارين بيوتي تنزل لها هذه الستوري كاتبين لها انه هل ندمان على شيء، فهي ردت قلنا هي ما تزوجت شيف يطبخ لها كل يوم. بس والله حبايب نوصل المقطع. بالنسبه للفضايح اللي حكيت لكم عليها امبارح يا حبايب للاسف ما قدرت انزل لكم اياها لانه شويه انضغطت ما لحقت امدج لكم اياها، بس لكن ان شاء الله باكر على قناتي الثانيه راح تنزل وبنفس الوقت حماس كلش. فالفضايح كلش قويه يا حبايب، انتظروها باكر وبس. احبكم ومع السلامه.